السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الذين كفروا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة. كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وضل سبيلا. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون نزيرا. فكلا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية. وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. وكلا ضربناه الأمثال وكلا تبرنا تتميرا. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا هذا الذي بعث الله رسولا. إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. وسوف يعلمون حين يرون عذاب من أضل سبيلا. أرأيت من اتخذ إلهه هوى فأنت تكون عليه وكيلا. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعكلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ألم تر إلى ربي كيف مد الذل ولو شاء لجعله ساكنا. ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وناسيا كثيرا. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج. وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسهرا. وكان ربك قديرا. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم شيئا ولا يضرهم. وكان الكافر على ربه ظهيرا. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل ما سألتكم عليه من أجر إلا ما شاء يتخذ إلى ربه سبيلا.
وتوكل على الحي الذي لا يموت سبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعفنا عذاب يوم القيامة يخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا صالحا فأولئك بدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين يشهدون الزر وإذا مروا باللغو مروا إذا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها سما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما سورة الشعراء مكية بسم الله الرحمن الرحيم طاسم ميم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن شأن نزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا كانوا عنهم معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أمتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذب ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون لهم علي ذنب فخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إن معكم مستمعون فأتي فرعون فقولا إن رسول ربنا على أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفت فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لمن اتخذ إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأتي به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحرها فماذا تأمرون قالوا أوجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحر عليم فجمع الشحرة لميقات اليوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم غالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون إنا لنا لأجرنا إن كنا نحن الغالبين قال لهم إنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى القوا ما أنتم ملقون
فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فسوف تعلمون لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف وليصلبنكم أجمعين قالوا لا طير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نتمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن أسر عبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذر فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأسرها بني إسرائيل فأتبعوا المشركين فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحى إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومعه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثر مؤمنين وإن ربك له العزيز الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظلنا عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال فرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم آباؤكم أقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني يسكن إذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطعم أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسانا صديقا في الآخرين واجعل لي من ورثة جنة النعيم واغفر لي أبي إنه كان من الضالين ولا تخزني ويبعثني يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وزرفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمين فما لنا من شافع ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له العزيز الرحيم. كذبت قوم نوح للمرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح على تتكون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجر إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لا تشعر وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المأجومين قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعض الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له العزيز الرحيم كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون تتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبار فاتقوا الله أطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعملون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أعذ أم لكم من الواعظين إن هذا إلا خلق الأول وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك الآية وما كان أكثر مؤمنين وإن ربك له العزيز الرحيم كذب ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمن في جنات وعيون زروع ونخل وطلعها هديم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا
اتبعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا إنما أنت من المسحرين، ما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بآية إن كنت من الصادقين. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. فعقروها فأصبحوا نادمين، فأخذهم العذاب، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون، إني لكم رسولنا من فاتقوا الله واطيعون. قما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. أتأتون من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. قال إني لعملكم من القائلين، رب نجني وأهلي مما يعلمون. فنجينا وأهلنا وأجمعين إلى عجوزا في الغابرين. ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون، إني لكم رسول أمين فاتقوا الله أطيعوني وما أسألكم عليه من أجر، إن أجر إلا على رب العالمين. وأوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. قالوا إنما أنت من المسحرين، وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن المرسلين. واستفتح عليك كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. قال ربي أعلم بما تعمل. فكذبوهم فأخذهم العذاب فأخذهم عذاب يوم الذل، إنه كان عذاب يوم عظيم. إن في ذلك لا يوم كان أكثر مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وإنه لفي زبر الأولين، أولم يكن لما يتنيع علمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين. فقرأوا عليهم ما كانوا به مؤمنين. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. فيقول نحن منظرون أفبعذاب يستعجلون أفرأيتهم متعناهم سنين. ثم نجا ما كانوا يعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يتعون. وما أهلكنا من قلد إلا ولها كمنذرون. ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون. إنهم عن السمع إلى ما عزولون. فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعمل وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. إنه هو السميع العليم. هل أنبئكم على ما تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم. يلقون السمع أكثرهم كاذبون. الشعراء يتبعهم الغابون. ألم تر أنه في كل وادي يهيمون. وأنه يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. سورة النمل مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين تلك آيات الكتاب تلك آيات القرآن وكتاب مبين. هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. أولئك الذين هم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. إذ قال موسى لأهله إني أنست نارا سآتيكم منها بقبس أو آتيكم بشهب قبس لعلكم تصلون. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. وألقي عصاك فلما رأوها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولا معكم. يا موسى لا تخف إني أخاف لدي المرسلون. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. وأدخل يدك في جيبه تخرج بيضاء من غير سوء. في تسع آيات إلى فرعون قوم إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين. وجهدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ولقد آتينا داود وسليمان علما قال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان
سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي ونعمل صالحا ترضاه وأدخلني في رحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. لو عذبن عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال حط بما لم تحد به وجئتك من سبأ بنبأ مقين. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وجدتها قوما يسجدون للشمس من دون الله زينا وشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فألقه عليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي أتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعا أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملك إذ دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فنذرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان قال أتمدون لي بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. يرجع إليهم فلنأتينهم بجنود لكبر لهم بير نخرجنهم منها ذلة وهم صاغرون. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مكان أني عليه قوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب وأنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رأوه مستكبرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. وما شكر فإنما يشكر نفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. قال نكروا لها عرشها ننظر أهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل هكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا علما من قبله وكنا مسلمين. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. قيل لها ادخل الصر. فلما رأت حسبت رجدا وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرض من قوارير. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن يعبدوا الله فإذا فريقان يختصمون. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا اطيرنا بك ومن معك. قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتن أهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم قومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خابئة بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة أنتم تبصرون. أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. فما كان جواب قومه إلا أن قال أخرجوا على لوط من قريتكم إنهم ناس يتطهرون. فأنجينا وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. فقل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله.